خيمة الشرطة تهديد لخيمة الشرطة مقابلة لخيمة الصحفيين. بيبو يضرب الشرطة. تهديد لخيمة الشرطة يعني زملاء الصحفيين هربوا. مفيش تهديد الخيمة. شو شايفين؟ تهديد بركس للشرطة داخل مستشفى الشهداء الأقصى. عملية إخلاء لزملاء الصحفيين من المكان. عملية إخلاء برا بعدين. يعني زملاء الصحفيين غادروا المكان. تهديد بخيمة أو بركس الشرطة. يعني زملاء غادروا المكان. يعني وكأن اليوم أشبه ب كفل